بتحس بإيه وأنت شايف الناس؟ يعني أنت آخر ماتش كان إمتى عادي، أو اعتزلت إمتى، سنة كام؟ 98 يعني 97 97 98 والناس ما شاء الله فاكراك وسايب بصمة للناس. ما هو ده جمهور النادي الأهلي. يعني أنا عاوز أقول لك حاجة، اللي بيخسر جمهور النادي الأهلي بيخسر على طول. أنا بكلمك بمنتهى الأمانة، جمهور النادي الأهلي جمهور حساس جدا، جمهور بيحب ولاده المخلصين ليهم. فأنا سعيد جدا وأنا بشكرهم كلهم يعني، وبشكر كل جمهور النادي الأهلي اللي بيساند أي لاعب من النادي الأهلي، لأنه لاعب ما بيساويش حاجة من غير جمهور الأهلي. دي حقيقة يعني، أنت جمهورك مخلص لأقصى حاجة ممكنة يعني، عمره ما شتمنا حتى لما بنبقى وحشين، عمره ما بيشتمنا. يمكن الحاجات البسيطة اللي بتحصل، في حاجات بسيطة بتحصل، لكن عمره ما نهر لعبته. ممكن يغضب لكن بيغضب طول الوقت مساند، طول الوقت داعم، بس هو بيحب دايما المخلصين يعني. ودي رسالة للعيبة الأهلي، خلي بالكوا الجمهور ما بينساش، صح، وما بينساش الناس اللي بتأساله، أو الناس اللي بتشتغل ضد ناديها، أو الناس اللي بتتكلم على ناديها، أو بتخلي حد كمان بتبقى بتساعد الناس اللي هي عايزة تهدي ناديها. فالناس ما بتنساش، والناس أذكية والناس بتفهم كويس. فعشان كده بقول نصيحة للعيبة، خلي بالكوا الجمهور ده بيعملكوا، ربنا طبعا هو اللي بيعمل، ثم بس تشجيع الجمهور، لكن الجمهور بيعمل لاعب وبيعمل التاني وبيعمل التالت وبيفرح باللعيبة المخلصين ليه. فالحمد لله على نحن الآن أمام خبير في قطاع الناشئين يا جماعة، 20 سنة مشوار التدريب، يمكن بس مش كله قطاع ناشئين، مش كله قطاع ناشئين. حضرتك دربت برضو بره في السعودية، هنتكلم عن رحلتك بره، بس أوكي. نبدأ بقى يعني بشكل عام، يعني أول كم سنة في الأهلي؟ بس الأهلي أول 9 سنين، أول 9 سنين في القطاع. اشتغلت في القطاع 9 سنين مع كروفر. أول ما بدأ كنت أنا وبدر رجب وعلاء ميهوب، كابتن علاء ميهوب طبعا عشان هو كبرنا كابتننا، ومحمد السيد، وكان مستر كروفر كان موجود، وكان قطاع الناشئين في النادي الأهلي في عمالقة التدريب في الوقت الحالي. كان الكابتن مختار وكابتن حسام البدري وكابتن محمود صالح وكابتن شطة والدكتور عمرو أبو المجد وكابتن زيزو وكابتن فتحي مبروك، يعني 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 قطاع الناشئين. والله يرحمه طبعا الكابتن أحمد ماهر كان مدير القطاع في فترات، والكابتن محمد رمضان لما مسك مدير كورة في فترات أو مدير قطاع في فترات طويلة. فكنا كنا أقوية جدا، كان جهاز قوي جدا واللي بيشتغل معاهم. وبعدين لما كنت تمسك فرقة في النادي الأهلي في القطاع الناشئين صعبة جدا، كأنك بتمسك في الدوري الممتاز، لأن كان في نجوم كبار قوي هم اللي ماسكين. قعدت اشتغلت مع كروفر سنة واحدة، وكان الكابتن صالح رحمة الله عليه كان عامل فكرة جيدة قوي، ان اللي ان النادي كله او القطاع كله بيتمرن بفكر طريقة واحدة، اللي هو بطريقه واحده اللي هي المهاره، وبدانا نشتغل فيها. يعني انا كنت مساعد في المدرسه، بس اطلع ادرب فرقه الكابتن شطه، هو اللي ماسكها مدير فني، انا ادربهم وهو يلعب المباريات. اوكي. وفضلنا على كده سنه، وبعدين بدات امسك بقى الفرق. اول جيل مسكته جيل ال 86 اللي هو مع حسام عاشور، وبعد واحمد سمير فرج ولعيبه كتير قوي وعبد الله جلال، وده الجيل الاولاني. وبعدين مسكت ال 87 وخدت معاهم بطوله، وبعدين مسكت ال 88 وخدت معاهم بطوله الجمهوريه، ودي كانت من افضل اللي هو جيل اسلام عادل واللعيبه دي اللي كانت موجوده. وبعدين ال 89 مسكتهم وخدت بطولة برضو، ولعبت بالتسعين، وبعدين الواحد وتسعين آخر جيل ليا اللي هو أيمن أشرف، حسين السيد، ده آخر فرقة مسكتها، دي آخر فرقة مسكتها في النادي. أمال السعودية كانت إمتى؟ وبعدين بقى رحت على إنبي، اشتغلت كمدير فني لقطاع إنبي اللي هو 7 فرق مع الكابتن إمام محمدين اللي هو الراجل العبقري اللي في قطاع الناشئين، دي حاجة كبيرة يعني. وبعدين رحت بقى بدأت مسيرة ان انا امسك الفرق اللي هي بره النادي، مسكت سكر حمدية فترة قليلة، وبعدين
سيراميكا كليوباترا بدات كان عملتها ولا كان ممتاز به بس ما قعدتش معاهم فتره، عملت سيراميكا في البدايه بدانا نعمل الفرقه، وبعدين سافرت بقى على النصر السعودي. اول حاجه كانت النصر. اشتغلت في النصر السعودي فرقه ال 18 سنه، اول سنه خدت البطوله، خدت الدوري مع النصر السعودي. وبعدين رحت الشباب السعودي خدت دوري وكاس والله، بس تحت ال 20 سنه. والباطن هو سموه كاس الاولمبي، بيسميه الفريق الاولمبي. وبعدين مسكت الاولمبي خدت البطوله. يعني انا قعدت امسك في القطاع هناك في قطاع الاولمبي والشباب. خدت في 3 سنين 4 بطولات، خدت افضل مدرب اجنبي في القطاعات دي كلها في ال10 سنين الاخرانيين. هم كانوا بيعملوا كده في الاتحاد السعودي، يعملوا افضل مدرب في ال10 سنين اللي جايه، عشان انا خدت 4 بطولات في 3 سنين. انا كنت متابع برضو، كان في فتره تقريبا كنت انت في الشباب عادل، وكان المدير الفني اجنبي ومشي، وكان كنت انت مرشح. ده كان في الشباب ولا لا؟ كان ما انا احكي لك اكمل لك. فخدت البطوله دي وانا باخدها خلاص خدتها، فجه باتشيكو اللي هو كان ماسك الزمالك، وجانا الشباب السعودي، فخسر حوالي 5 مباريات، وانا كملت بقى الدوري مع الفريق الاول. كانت بدايتي بقى مع الفريق الاول في السعوديه. قعدت اشتغل 16 مباراه في الدوري، حتى الحمد لله يعني كانوا في المركز العاشر حاجه كده، ووصلنا المركز الخامس. وبعدين رحت لعبت بيهم ابطال اسيا، لعبت بطولة أبطال آسيا، دوري أبطال آسيا مع الشباب، لعبنا العين الإماراتي ولعبنا بختكور، وكسبت بختكور حتى هناك في أوزبكستان 2-0، وعملت أداء كويس أوي. وبعدين مسكت الاتحاد الفرقة الأولمبي، وبعدين مسكت الفريق الأول في الاتحاد. والاتحاد ده يعني حاجة قوية وأكبر كبير وأقوى جمهور في الخليج، ومن أفضل أندية الخليج على الإطلاق. هم ممكن بيكون بيعدي بمرحلة مش جيدة الأيام دي، لكن أنا حزين جدا عليها، لكن هو من أفضل أندية الخليج.